نبقى في عالم الطعام على السوشيال ميديا ونتعرف اليوم على مؤثر اختار أن يقدم عالم الطهو بطريقة مبتكرة وجديدة. هو شاب يهوى الطبخ في الطبيعة وحسابه مخصص لتعليم وصفات تطهى في الهواء الطلق. فلذلك اليوم نريد أن نعرف كيف بدأت فكرته ولماذا يطهو في الهواء الطلق وليس في المطبخ. لذلك سنستقبل الآن حسن عبد الله، هو فود هاند كرافت. مساء الخير حسن، كيفك؟ الخير. أهلا وسهلا. وين الأكلات معك؟ مش جايب شيء ولو؟ ما عملت حسابي. عم نمزح. حسن، أولا أنت مين يعني؟ نحن نشوفك على الإنستغرام تطبخ برا، بتحط المقلي برا، النار برا، على الطريق، على الحرش، على ما بعرف، على الأرض، بالغابة. بالغابة. بس حسن كيف بلش مشواره؟ هي أول شيء من أنا وصغير بحب الطبخ كتير وبحب الطبيعة يعني، فدمجتهم اثنيناتهم مع بعض وصرت. بس برا أصعب الطبخ من المطبخ. كتير صعبة، في كتير معدات إنه بخدها معي وهيك. أنت بتشتغل هلأ بهيدا المجال بحياتك؟ أو أنا شغلتي هلأ هي أكتر شيء مطاعم وهيك. وكيف بلشت الفكرة؟ يعني قديه صار للفكرة؟ هي بلشت الفكرة من سنتين تقريبا. يعني كنت عملت فيديو على الفيسبوك نزلته هيك، كان يعني عم بتسلى كان. فنزلته فيسبوك، تاني يوم فقت الصبح لقيت عليه كتير مشاهدة وكتير حبيته العالم. أنا شو كان الفيديو؟ كان الفيديو عملت لحمة مع خضرة يعني. أوكي. أكلاتك مهضومين يعني غريبين. الأكل اللي بتعمله كتير مميز. لذلك سنرى الآن شوي هيك بعض المقاطع من الفيديوهات اللي أنت بتنزلها على إنستغرام. نشاهد حسن عبد الله كيف يطبخ في الهواء الطلق. حسن، وكأنه الطعام في الطبيعة أطيب من المطبخ؟ إيه أكيد. ليش كيف؟ ريحة الحطب بالأكل كتير مميزة، بتعطي يعني شيء بحس حدا حاله إنه بعالم تاني. وبحس إنه عن جد خلص. عن جد عم يطبخ قاعد على الأرض. بس هيدا السيتنج اللي بتعمله دايما هو سيتنج جاهز أو أنت بتحضره بكل مكان بتروح عليه؟ لا انا بحضره بكل مكان بروح عليه. بتجيب خشب من الطبيعه يعني؟ صح. اوكي. ودائما بجهز، بخلي دائما عشان يعني مطرح ما اكون ما ولع المطارح اللي حواليي. ايه عشان ما تعمل لنا حريقه. بالضبط. وهيك ودائما بحب انه يكون الاكل شوي غريب عن الاكل التقليدي. ايه شو بتحب؟ حسيتك بتحب كثير اللحوم؟ اكثر شيء لحوم، وبحب ضيف الفواكه دائما على الاكل. اوكي. يعني الطبخ اللحمه وهيك بحب. يعني بتحب شوي مالح وحلو مع بعض. بالضبط. وخلي انه انا بجيب اكل من يعني بشوف برا كيف يعملوا اكل، وهون انه العرب فبخلطهم مع بعض. مع بعض. هلا معظم الوصفات اللي بتقدمها انت بتكون مبتكره؟ ايه اكيد. اوكي. ما بتنقل يعني، بتجمع اكثرهم انه انا بجمعهم. وحتى لو كنت ناقل من حدا يعني بكون معلم من امي او من حدا هيك. امك شاطره بالاكل؟ ايه شاطره. من وجه لها تحيه. انا منها تعلمت. من وجه لها تحيه. في شي مره عملت اكله وما حبيتها؟
مساء الطيبة. بتقول للعالم ولا لا ما بقول للعالم، بستر على الموضوع دايما. طيب. بس انه قليل ما يطلع اكل مش طيبه. بس حسن صعب الواحد يطبخ بالهواء الطلق. يعني مش اي انسان ممكن يعمل هيدا الشيء. صح، هي العدة شوي صعبه، منا موجوده يعني كثير. وانا بفتش علي، حتى في اشياء انا بعملها يعني منا موجود. مثلا فسر لنا شيء عذبك لقيته. في شيء ما يعني ما كنت لاقيه بالمره، هو شيء سيخ بدي احط بقلبه مثلا الدجاج او اللحمه او شيء هيك، فما ما كنت ليه، فاضطريت انا اروح اعمله بدي يركب لي اياه ويظبط لي عمل لك الحديد على ذوقك. بالضبط هيك. حياتكم صعبه عن جد. طب هلا بالنسبه لعالم السوشيال ميديا، نحن اليوم نتحدث عن الاونلاين، شو المتعه اللي بتلاقيها على السوشيال ميديا؟ يعني لما تنزل فيديو، لما يصير في تفاعل من الناس معك. بس في تفاعل، انه بنبسط كثير انه في عالم عم تحب هذا الشيء اللي انا عم بعمله. فهذا الشيء كمان بشجعني انه يكفي بعد اكثر. شو بيستفيد الانفلونسر او البلوجر من خلال ما يقدمه على انستغرام؟ اول شيء انه هو ممكن بعدين يصير بيعمل دعايه، بيصير بيطلع مصاري، بيصير بزنس من وراء هذا الشيء. مفيده يعني لكم. اكيد اكيد. وبصير معروف يعني عالم تعرف. هلا اذا نحن اخذنا الوصفه اللي انت عملتها على الحطب وعملناها على الغاز، بتطلع نفس الطعمه؟ بتطلع قريبه، اكيد على الحطب اطيب. غير مين من الشفيه بالعالم اللي بتحب تعمل مثلهم؟ انا اكثر حدا بحب اتابعه هو بلبنان شيف ريتشارد. اوكي. لبناني. ايوه. احسن بدك تقول لي بوراك او شيء هيك يعني. بحب، ما كثير بحب انه اسلوبه بالطبخ. ايه مع عجق شوي. كمان هيك بحس. بحس انه كميه كبيره وهيك ما بحب، ما بتقبل، خصوصا انه انا بفهم شوي بالاكل ف دائما الكميات الصغيره بتعطي طعم صح افضل يعني. صح صح. طيب مين اللي بدوق اكلاتك؟ اول حدا غيرك؟ اول حدا غيري هو خي الصغير اللي هو بيصور معي دائما. يعني هو بيساعدني بالتصوير. بيعطيك رايه اذا طيبين. صح. حسن شكرا كثير لك. شكرا حسن عليك. عبد الله فود هاند كرافت، اذا حدا بده يتابعك على انستغرام. صح. ويتعلم الاكل الطبيعي الحلو من الطبيعة. شكرا جزيلا لك حسن. شكرا لك. مشاهدينا بدأت تكون مشاهدي قد اكتملت لهذه الليلة. نعود ونلتقي بكم غدا عند الساعة الثامنة، إنما في المشاهدية خاص لدينا ضيفة مميزة جدا، هي الأميرة فيكتوريا. هي أميرة إيطالية ولكنها منغمسة في قضايانا العربية، ستتعرفون عليها أكثر غدا في حلقتنا في المشهدية خاصة. إذن كونوا معنا، اكتبوا لنا أيضا من الآن إلى الغد على مواقع التواصل فيسبوك، إنستغرام وتويتر. إلى اللقاء.